كل قصة بيكون لها بطل، وبطلنا النهاردة هو المزارع والفلاح اللي سهر على محصول قمحه لغاية ما وصل لمرحلة الحصاد. خلونا دلوقتي نرحب بضيفنا الحاج عماد الحداد، مزارع وصاحب أرض زراعية. أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بمعليك والقناة الأولى وكل عام حضراتكم طيبين. في البداية كلمنا أخبار محصول القمح إيه هنا في محافظة الفيوم في مركز الطمية. القمح الحمد لله رب العالمين مبشر بالخير. بدأوا معانا باتباع السياسة الصنفية. السياسة الصنفية تعني زراعة الصنف المناسب في الأرض والجو المناسب والمناخ المناسب. الحقيقة قاموا معانا بدور جامد الإرشاد الزراعي والإدارة الزراعية، وعملوا لنا ندوات ووزعوا علينا نشرات إرشادية، وخصونا بالأصناف اللي هي بتجيب زيادة القمح. وإيه هي إجراءات الحصاد اللي بيقوم بيها الفلاح خلال فترة حصاد محصول القمح؟ إجراءات الحصاد أول ما بتبان عملية النضج على المحصول بيحصد هنا بحوالي 3 طرق. الطرق اليدوية اللي احنا فيها دلوقتي، وفي آلة اسمها حصاد وضم، وفي كومباين اللي هو حصاد وضم ودراس. الحمد لله المحصول السنة مبشر جدا، والدولة فعلا أعطت اهتمام جامد للمزارع وزودت المحصول ما يقرب من 25%. السنة اللي فاتت كنا بنورد على 1500، السنة دي زرعنا على سعر استرشادي 1600 وزودوه 400، يعني زاد عن السنة اللي فاتت 500 جنيه يعني بمعدل 25%، وده رقم مجزي يعني ومرضي. ده كان سؤالي القادم لحضرتك، أخبار سعر أرداب القمح إيه بالنسبة للمزارع أو الفلاح بعد ما زاد لي 2000 جنيه السنة دي مقارنة طبعاً ب 1500 جنيه السنة اللي فاتت؟ هو طبعاً سعر مجزي جداً وجميل جداً ومرضي جداً، لكن أحب ألفت نظر حضرتك أن الزيادة دي ما بتروحش في جيب المزارع بس، بتروح للعمالة، بتروح للمكن والجرارات والحصادات، يعني بيتوزع على قطاع الفلاحين كلها، وكله مرضي وفضل الله الحمد لله رب العالمين.